أسئلة من الأسئلة اللي أنا سألت فيها الشيخ، قلت له طيب انظر إلى رسول الإسلام أخطأ وطلب المغفرة في القرآن، ولكن تقول عنه أنه هو معصوم عن الخطأ. المسيح لم يخطئ، بإجماع العلماء لم يخطئ أي خطيئة واحدة. شيء رائع، يعني ده كان بيدور في ذهني نعم أن المسيح لم يخطئ إطلاقا أبدا بإجماع المسلمين، نعم. وده صحيح طبعا قلت حتى له طيب القرآن. هذا أيضا كمان حجة يعني علينا، لأن المسيحية بيقولوا إنه الشخص الوحيد، الإنسان الوحيد الذي لم يخطئ، الذي له الطبيعة الإلهية، اللي هو المسيح، اللي هو يعني نفذ من الخطية البشرية اللي هي إجت من آدم. فقال لي فإيش كان جوابه، طبعا ما قدرش إنه يجاوب عليه علم. ولكن هناك تنافس كبير ما بين المسيح الذي لم يخطئ حتى لو إحنا اعتبرنا إنه هو شخصية عادية، وما بين رسول الإسلام. ده رسول اللي كان الإسلام بيدور في ذهنك، نعم ابتديت تفكري بهذه نعم أنا بدي المنهجية. أقارن نعم، يعني هقول طيب رسول الإسلام دائما ينافس نفسه بالمسيح ويريد أن يكون أشرف في الخلق وأعظم المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وإلى آخره. يعني
أي مكان حتى في الصلاة عليه، يعني لازم يكون اسمه موجود مع الله، فهذا هو شرك بعينه، شرك بذاته. وهذا كمان أنا كان اعتقادي في اللي هم أهل القرآن، لأنه أهل القرآن بيقولوا إنه لا يجوز إنه إحنا نضع إنه نصلي على الرسول ولا آخره، لأنه هاي تعتبر شرك لله. وأيضا قصص بتتكلم فقط عن ظهور الله للأنبياء. طبعا كعقيدة مسيحية نعلم أنه الله يظهر في الإبن المسيح. أمين. كيف لما ظهرت العليقة مع موسى، لما ظهر الله في العليقة مع موسى، قصة يعقوب اللي هي السلم المنصوبة وظهر الله على رأس السلم. أيضا اللي هي تصارع يعقوب مع الملاك. هناك الكثير من قال لي شغلة هزت فعلا كياني، وبدأت أنا فعلا أفكر بالأمر بجدية وأبحث بجدية. قال لي كل نص في الكتاب المقدس وكل فقرة وكل سطر يتحدث عن ألوهية المسيح ويتحدث عن الله الإبن. أمين. لما أنا هو قال لي هذا الكلام طبعا بدأت أفكر، يعني هناك المسيح قال عن نفسه أنه هو ابن الله، حتى لو ما قالش أنه هو الله.
بقى عوار أبوي قسس لي 4 كنائس الحمد لله. حملات التنصيرية الموجودة في الأردن سبحان الله كل ما تقولونه وجزا الله شيخي وسام كل ما يقوله هو صحيح في الكتاب المقدس. الله. يعني أنا درست اللاهوت المسيحي تاريخ الكتاب المقدس أي الأحداث التاريخية التي حدثت في الكتاب المقدس. لا يدرسون هذه الأشياء بل يضعونها في الكتب يعني ويدفنونها تحت الأرض حتى إحنا ما نعرفها. الدورات اللي بيدرسونا إياها يسموها إسلاميات أي الشبهات الإسلامية، فما يدرسونه هو دائما الأشياء المشوهة للإسلام، بياخذوا أجزاء من القرآن الكريم أو من الحديث الشريف ويحاولوا دائما أن يشوهوا صورته بحيث أنه يغيروا في كلماته بحيث أنه يعني أنه بطريقة يعني بطريقة أنه ياخذوا بعض الأحرف والكلمات ويغيروا فيها ويزيدوا ويضيفوا عليها أو ينقصوا عليها. هذه هي يعني